اشتو شنو مكتوب في الكاسكيطه؟ مكتوب خلاص، يعني خلاص صافي، راه ادينا كاس الامم الافريقيه ديال 2025 بلا ما تزيدوا في الهضره. بداو كيهضروا ديك تحرق المروك 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 اه اي بشي تحرق المروك 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 سوق راسي قاعده تحرق المروك 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 الاخر قاعده تحرق المروك 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 تضامنا المروك 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 سيدي مالاد. جبت لكم شي فيديوهات وجبت لهم حتى الجواب عليهم. بداو كيهضروا كيقول لك بان المغرب ما يستطعش وما يقدرش ينضم لان ما عندوش ملاعب وعنده ديون وما نعرفش ني راه ما كراش باش ينسحب، راه القجع بغى ينسحب. المهم الاعلام ديالهم بدا كيخور. غنشوفوا الهضره ديالهم ونعطيهم الجواب المناسب في الوقت المناسب. لم اكن اتوقع بان المغرب الاقصى يمتلك ملعب كارثي مثل ما هو عليه ملعب الرباط والذي احتضن احدى اللقاءات. كيف بالك حسبتوا روحك باللي عندكم دوله صح دوابه؟ كانت على ملعب يصلح لاي شيء الا لبعث الابقار، يعني لتاخذ من ذلك العشب ما تراه مفيد لبطنها. وغنيوا لينا ديك الديسك ديال الهند، احنا ما غاديش نثقوا بكم. الا عندكم واحد الفئه ديال الشعب كتثق بكم، احنا ما غاديش نثقوا بكم، احنا عارفين روسنا. وانتم نورمالمون خصكم تكونوا الجيران ديال الهند احسن. بحال دي تبقاو ديروا ديك الافلام ديال الناس كيطير في السماء وفي السيارات يطيروا وداك الشيء. المهم كملوا الفيديو ديالنا واسمع الرد المناسب. كل شيء يحضر لتكون بطولة كان 2025 هي الأفضل عبر التاريخ. مفاجآت تحضرها المغرب لإبهار العالم. حصول أنا تم هدم ملعب مولاي عبد الله وإغلاقه منذ نهاية الموسم الكروي الماضي لتجهيزه لكي ينافس لكي يكون الأفضل في قارة إفريقيا ككل. ريقنا كلمة تجري في عروقنا، فيها تعلمنا عزنا، فيها تعلمنا كتير. أرضية ميدان وغرف ملابس بأحدث المواصفات ومدرجات جديدة كليا تحتوي على مرافق داخلية لا تقل عن أكبر ملاعب العالم. وإلى جانب الرباط تم إغلاق ملعب طنجة الكبير لتطويره بإزالة مضمار ألعاب القوى وتغطيته بالكامل. وهناك عمل بدأ ومستمر في أغلب المدن المغربية الكبرى لتجديد أو تشييد ملاعب جديدة ستفتح خصيصا من أجل البطولة. بينما الملاعب الشهيرة والمعروفة سيتم العمل على تجديدها بأحدث المواصفات مثل مركب فاس وملعب مراكش وأكادير. ضربة كانت قوية. دابا غنجيب واحد تا هو بدا كيهضر، غنعطيو له العصير في الكاس كبير. طيب الدبلوماسية الرياضية للجزائر تصيب الاتحاد الافريقي في مقتل عضلات مئوية الباك اقريلا وتنتصر لنفسها من اتحاد تقوده مافيا الكولسة. اخرس يا فاجر يا منحل يا عدو الله. انسحاب الجزائر كان نعمة لا نقمة بعد ادراك وليد صادية لحقيقة ما سيحصل. انسحب انسحابا تكتيكيا. انسحاب جعل الجزائر توفر على نفسها 80 مليون دولار. بس مش غريبة يعني الفلوس اللي نزلت عليك مرة واحدة دي؟ ايه حكيت فانوس. ستوجه مستقبلا للاستثمار الرياضي. ها؟ ما زاد الطين بلة. انسحاب نيجيريا والسنغال ايضا جعل هذا الاتحاد الفاشل يخرج وجها لوجه امام مرمى تسجيل هدف اخر. اول حاجه انا معترض. على ايه؟ معرفش، انما ده في مجلس لازم اعترض. في شباك حقيقه الفضيحه الامر لم يتوقف هنا. الكاف يتلقى صدمه اخرى. الشارع المغربي يثور غضبا وحراك يلوح في الافق. تجاهل الحكومه المغربيه لضحايا الزلزال. السيارة على البرقاقة مع امك تفوق. وواقع كارثي لوضعيات بيوتهم وهياكل منهارة بفعل الزلزال. كل هذا ضرب عرض الحائط.
شفتوا الاعلام ديالهم واش ما كيشوفش ديك المساعدات وداك الشيء؟ ما شافش بان الناس ساعدوا مع على برا، غير الناس اللي ساعدوا مع على برا ل 500 مليون اورو، 500 مليون اورو غير على برا، خلينا من المساعدات ديال الملك والمساعدات ديال الناس ديال الداخل والدول اللي ساعدوا وداك الشيء. واش هادو ما كيسمعوا؟ المهم غنعطيهم واحد الجواب صغير. اولا هاد الكارثه اللي وقعت في المغرب يعني في السيمانه كانوا سالوا معها، ما كايناش هذه، ما وقعتش في العالم، سيمانه كانوا سالوا الناس شربوا وساكنين كلشي معد، ودابا راه الطريق ديجا معدل وباقي مساعدات كتوصل. شوفوا شتي كيتبنى له هنا ديره سد باش كي الانهيار، باش ملي تكون الامطار ولا شي حاجه ما ينهارش، وغيديروا له الشعبه ديالو منين يدوس. بارك الله ما شاء الله، شوف ما شاء الله، شوف الاعانات مازالت تجي ما شاء الله. اللهم بارك، اللهم بارك. واش شفتوا ولا نزيدوكم؟ الا بغيتو نزيدوكم نكبروا الفيديو ماشي مشكل، راه باقي كاين فيديوهات ديال المساعدات دابا البناء والبنيه وداك الشيء. المهم داك الشيء من بعد ونحطوه ان شاء الله. دابا غنشوفوا هاد البطبوطه عاود شنو كتقول وغنجاوبوا عليها. الناحيه الرياضيه كنا حابين نوروا الوجه الاخر باللي الشعب الجزائري شعب كريم، كما وريناهم في لاشان، وريناهم في البحر الابيض المتوسط، لا 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 لا، ورينا لهم في الالعاب العربيه يستحق استقبال ضيوفه. لا بصح كاينه، لا لا لا، وري البشاشه والفرحه والتحضر، وان الشعب الجزائري شعب طيب وكريم. واه 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 واه. بصح حنايا حنا ما ندوش ما ندوهاش بالرخص، حنا نيفو الخساره ولا الرخص والدعاره كيما دات هي. يديروها يديروها. وشنو حنايا دوكا الجيل اللي دات لا ديسيزيون؟ انا والله العظيم افتخر بذلك، انا ما عندي ما ندير بلاكا بال ما كتضحك بالخمام. ما ماني داكور مع خويا هشام العريضه وخويا باشي اللي قال كيما انا فهمتني. حنا بلا كاس افريقيا حنا قادرين ننظموا كاس افريقيا وحدنا ونلعبوا وحدنا. شغل عامل ايه الحشيش تمام تمام عادي ويليكم اشبعوا بها. غيديروا كاس افريقيا غا بيناتهم تما في الجزائر، سمعتوا ولا لا؟ والله الا القرقوبي سال معاهم ساكن والله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المهم هما كيردوا على راسهم بلا ما رد، انا عاد نكبر في الفيديو. المهم غننتقلوا على واحد الفضيحه الكبرى. سمعوا الخوت، سمعوا الكارثه العظمى صاحبي، سمعوا. رابط جزائري انت تتكلم قد اثارت صفحه شهيره على فيسبوك باسم ترول فوتبول جدلا واسعا بعد نشرها صوره للاعب المغربي سفيان امرابط معتبره اياه افضل لاعب جزائري. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد. ميلاش أقول لكم خفت، وقفت اليوم هنا، والله ما هبطت اليوم، ما قدروش، ضروري خصهم يهضروا، إلا ما هضروش غيطرطقوا، غيموتوا الخوت، خليهم يهضروا، سمحوا اليوم الخوت، الله يرحم الوالدين، سمحوا اليوم. المهم أنتم هذه هي الهضرة ديالكم، ولكن حنا المعاملة ديالنا دايما معاكم مزيانة. شوف واحد السيد عطاو له يعني الأوراق جزائري، الاصل ديالو جزائري وعايش في المغرب وعطاو له اوراق مغربيه. كتجيو عندنا ما كنحقركمش الصراحه، حنا عندنا مشكل مع الاعلام ديالكم ومع اللي كيسير ديك الاعلام، وزيد عليها الناس اللي كيتبعوا هادو اللي كيسيروا هاد الاعلان، هادو اللي هو عمي عبد المجيد وشنقريحه. نقول ما قدرتش تفضل مرحبا بك. المهم الخوت وصلنا الى نهايه الفيديو، كنتمنى يكون عجب لكم الفيديو، ما تنساوناش بالاعجاب والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. المهم الخوت نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، راه كاين باقي الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.